أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: من الناس من يقول إنه في النجم الفلاني تأتي الأمطار وينبت الربيع، ولا يقول ذلك عن اعتقاد، ولكن من باب إضافة ذلك إلى الفصول التي تأتي بها الأمطار، فهل هذا شرك؟ العلماء فرقوا بين قوله مطرنا بنوء كذا أو مطرنا في نوء كذا. في نوء كذا جائز، أما الباء سببية لا يجوز، الباء سببية، وأما الفاء فهي ظرفية، يجوز أن تقول مطرنا في، يعني في وقت كذا وكذا، يجوز أنك تقول مطرنا في الصيف، مطرنا في الشتاء، مطرنا في الربيع، ما في مانع. أما أنك تقول بالربيع أو بالنجم هذا الباء سببية لا يجوز هذا. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه.